البنات كي دايرين بخير؟ اش كتعاودوا؟ شنو اخباركم؟ كي دوزتوا نهاركم؟ نتمنى انكم تكونوا في احسن حال والاحوال. تحيه كبيره لكم، تقبل الله صيامكم. الفيديو ديال اليوم غادي نسجلوه حتى ل 6 ديال العشيه، كنا باركين ما علينا ما بينا. حتى انا سي غدا نفر قال لك راه حنا غادي نجيو نفطروا عندكم على غفله، وهذا الشيء اللي بغيت نتقاسم معكم. ما لقيت ما غادي ندير، غادي نتقاسم معكم هذه الكيكه ديال الضيوف الغفله فيت في سهله، وكذلك من التراث المغربي الاصيل ديال جداتنا. نبداو على بركه الله، وكذلك غادي نتقاسم معكم عده اسرار لنجاحها. وقبل من هادشي كامل كندعو الناس لاول مره كيشوفوا الفيديو ديالنا ضغطوا على زر الاشتراك، كذلك تفعيل الجرس والتحقوا بنا، خليو لنا تعاليقكم وخا غب الكذوب ديال باش تشجعونا. تحيه كبيره لكم خاصه لمتتبعين ام عبد المغيث منذ البدايه. نتمنى ان وصفاتنا دائما تكون عند حسن الظن ديالكم، وكذلك تكون كتنال رضاكم، خاصه اننا كنتقاسموا معكم بعده اسرار. غنبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو: قشور ديال الليمونه، كاس ديال الحليب، دانون واحد، عندي كاسونس ديال السنيده لكن انا غادي نستعمل غير كاس لانه ديجا كنستعمل الحلاوه بزاف. الا بغيتو تكون طالعه اكثر يمكن لكم انكم ديروا كاس ونص ديال السنيده. 200 سنتيلتر اولا مليلتر ديال الزيت، تقريبا كاس زايد عليه شويه، 300 غرام حتى 350 غرام ديال الفرص، 3 ديال الخمارات. ضروري ما تكون هذه الخميره ديال ساشيه، ومن الاحسن انها تكون اللي مصوره فيها الكيكه هذه، حتى هي كطلعها احسن من هذه. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الخل، وعندي 4 ديال البيضات. نبدا على بركه الله. غادي نوضع البيض ديالي هنايا هو الاول، غادي ناخذ الخلاط الكهربائي وغادي نبدا نخلط. نورمالمون سبقوا البيض البيض والسنيده عاد زيدوا من بعد القشور ديال الليمون، لكن انا مع الزربه غنخليهم بحال هكا كيكملوا. ديالي غادا نضيف كاس ديال السنيده اولا كاس ونص على حسب نتوما الحلاوه اللي بغيتو، وغادي نبدا عاوتاني نزيد. شوفوا غادي نضيف هاد الياغورت، ضروري ما يكون عقيق. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخل وهو السر باش غادي يطلع الكيك ديالي، وغادي نعاود عاوتاني نضرب. من بعد غادي نضيف هاد الكاس ديال الحليب، انا هنا دايره نيدو، يمكن لكم انكم نتوما ديروا الحليب العادي. نعاود نخلط شويه، من بعد غادي نبدا نضيف الزيت بحال شكل ديال الخيط. you
خميره انا ما غاديش نضيفها مع الطحين، غادي نضيفها وسط الخليط باش يمشي ليا الخليط كامل. انا شخصيا هكا كندير ليها، حتى بالنسبه للفقاص وحتى بالنسبه لحلويات اخرى. وبالمناسبه انتظرونا في حلويات العيد ان شاء الله باذن الله. العام رحنا معروضين عندكم ولا معروضين عندنا؟ صافي من بعد غادي نبدا نضيف، غادي نحيد البطر وغادي نبدا نضيف الطحين. هنا بالنسبه للكميه ديال الطحين غادي تختلف ما بين 300 غرام حتى 350 غرام على حسب على حسب واش بغيتي يكون خفيف او لا يكون ثقيل، وعلى حسب النوعيه كذلك ديال. غادي نبدا نخلط هنايا، غادي نخلط في اتجاه واحد نحاول انني ما نهرسش الخليط ديالي. انا غادي نكمل التخلاط وغادي نتلاقاو في ما بعد. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذ هذا المول وندهنو في الزبده، ندهنو بالزبده. غادا نرش الطحين أولا، يمكن لي أنني نرش اللوز إفيلي إلا بغيتها تجيني بحال الشكل ديال يجيني فيها بحال الشكل ديال قشرة ديال القنفود. غادا نعاود نرش أخرى باش يعاود يزيد يلصق، في نفس الوقت باش متلصقش هي الكيكة ديالي. هنايا كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ الخليط غنهز يدي الفوق وغادي نحاول انني نخوي في المول كامل. هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نحرك المول هكا، غادي ندخلو الفران اللي غادي يكون بارد على درجه ديال الحراره 150 تقريبا، ما بين نص ساعه حتى 45 دقيقه على حسب الكبر اللي درتي ديال المول، هو اللي غادي يتحكم لك في الطياب ديال الكيك ديالك. ويمكن لك كذلك انك تشوفي على حسب تشوفي على حسب الفران، الا ما كانش عندك ديال الدون يمكن لك انك طيبي في ديال الغاز عافيه اللي كتكون متوسطه تقريبا ثلث ساعه او لا هذا غتحلي عليها، او لا ساعه الا ربع خليوها ساعه الا ربع غتحلي عليها غادي يبان لك الطياب ديال الكيك. غتخشي واحد الموس غتشوف واش طاب ولا لا، يعني الطريقه المعتاده. وبهذا ومن بعد غادي نتلاقاو من بعد ما غادي توجد. بالنسبه للكيكه ديالنا هنايا كيف ما كتشوفوها هي وجدات، يمكن لكم انكم دهنوها بدانيت اولا بالشوكولات تذوقوها على حسب الرغبه، وديروا هكا اما بنان اما الفخوي. انا لانه وقت الاذان وقت الفطور دانيت ما لقيتوش في الثلاجه، غادي نحط عليهم غير هكا، مع العلم ان هاد الكيك راه ما تجيش عليا كتجي نازله رقيقه
تحية كبيرة لكم وإلى اللقاء في فيديو آخر. ما بقى لي غير نقول لكم بصحة فطوركم، ونتمنى دائما أن يكون عند حسن الظن ديالكم رغم أن الصورة ماشي لافتة للانتباه لكن كتشي جديدة.